نيجي بقى برج الحوت، وهنبدأ بالست برج الحوت. الست برج الحوت مش مسرفة، ولما بيكون عندها بيت غالبا بتعرف تظبط الميزانية بتاعت البيت كويس جدا. برج الحوت ممكن يضحك على حاجة حصلت معاه زمان، وممكن يبكي على نفس الحاجة في نفس الوقت اللي هو بيضحك فيه، وما تسألنيش ازاي. ضحكته زي ضحكة الأطفال. برج الحوت بيضحك على النكت السخيفة لأن هي سخيفة. برج الحوت لما يجي يعرف رأيك يستفزك الأول عشان يخرج منك الرأي المظبوط. غالبا لما بتيجي تقرأ عن أبطال الروايات بتحس إن الحب اللي جوه الرواية ده مش موجود في أرض الواقع، بس برج الحوت عامل بالظبط شبه العشاق اللي انت بتقرأ عنهم في الروايات. برج الحوت مش من الناس اللي بتجري على النوم، ممكن يفضل صاحي وينسى ان هو لازم ينام دلوقتي، واول ما يفتكر يجري على النوم. برج الحوت بيقرف جدا من الناس اللي ذوقها وحش في الاغاني، وبيستغرب هما ازاي بيسمعوا الكلام ده. الحوت حمول جدا بس طاقته ليها اخر، بيستحمل كتير جدا بعد كده يقول لك خلاص، للصبر حدود. برج الحوت بيكره جدا الناس اللي ما بتردش عليه بسرعه، مع انه ممكن يتاخر في الرد عليك عادي. الحوت يا اما هيثق فيك ثقه مبالغ فيها، يا اما مش هيثق فيك نهائي، ما عندوش وسط في الحته دي. برج الحوت يحب يدخل في العلاقه اللي ما فيش حد من اللي حواليه يكون راضي عنها. برج الحوت ما يقدرش يستغنى ابدا عن ان هو يكون عايش في جو اسري ووسط عيله، وبيحب جدا ان هو يكون حاسس من النوع ده من الدفى. برج الحوت في حاله ان هو يتخدع في حد او يتصدم في حد بيتحول لعدو لنفسه، وبيأنب نفسه كتير جدا على كده. برج الحوت مهما بان لك ان هو شخص واضح قدامك، برضه هيفضل في حاجه مخبيه عليك انت ما تعرفهاش. برج الحوت للاسف مش من الناس اللي بتعرف تستغل كل الفرص اللي بتجيلها، فرص كتير جدا بتضيع من ايده. برج الحوت عباره عن كتله مشاعر متحركه، بيحب كل حاجه وما تسالش عن سبب ده لان هي طبيعته كده. برج الحوت ما بيحبش الاعتراضات، يعني ما يحبش انه يعترض لك على حاجه انت بتعملها، لان ببساطه هو كمان ما بيحبش ان حد يعترض له على حاجه بيعملها. لو بتتكلم مع برج الحوت وكانت ثقافتك اقل من ثقافته فمش هيبين لك ده، وهيسيرك جدا ومش هيقطعك في الكلام ولا هيعمل عليك ان هو مثقف والجو ده. برج الحوت ممكن يغير قراره عادي، بس ده في حالة ان انت تقول له كلام كويس عنه وبعدها تطلب منه ان هو يغير قراره، ففعلا هيغير قراره. برج الحوت مش من السهل ابدا ان هو يتأقلم مع بيت جديد او شغل جديد او مكان جديد، بياخد وقت كبير قبل ما يتأقلم. برج الحوت ما بيعرفش يعبر عن اللي جواه في كلمتين ويسكت، بيحتاج ان هو يتكلم كتير عشان يوصف اللي جواه. برج الحوت دايما بيحب ان هو يخرج ويغير المكان اللي هو موجود فيه، بيكره جدا الروتين. برج الحوت صديق مخلص جدا وبيحب اصحابه جدا، بس مش من الصعب عليه ان هو يجي عليه يوم ويعدي من قدامك ولا كانه يعرفك، ده لو انت كنت قلت معاه في حاجه طبعا. برج الحوت برج مسالم جدا، مش بتاع مشاكل، بيكره جدا التفكير الراجع والمتخلف، بيعرف كويس جدا يحل مشاكل اللي حواليه، بس يجي عنده مشكلته هو وما يعرفش يحلها. برج الحوت لو جبت تشكي له او تحكي له عن حاجه هتلاقيه بيسمع لك كويس جدا، حتى وانت بتكذب عليه في حاجه اثناء ما هو بيسمعك وهو عارف ان انت بتكذب عليه هتلاقيه برضه بيسمعك. برج الحوت برج عاطفي جدا، لدرجه ان احنا نقدر نعتبر ان عاطفيته دي بتغذي روحه. في ناس كده اللي في دماغها ما بيتغيرش، برج الحوت مش كده نهائي، افكاره دايما بتتطور وتتغير. برج الحوت ده فيلسوف كبير جدا، عنده فلسفه كده في دماغه ان لكل حاجه سبب، ودايما بيدور ويسال نفسه عن سبب وجوده في اي مكان، يقول لك انا موجود هنا ليه.